وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القارة الإفريقية أصبحت مركزا جديدا للقوة بتزايد دورها السياسي والاقتصادي بشكل دائم. وخلال كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية بسان بطرسبرغ، أكد الرئيس الروسي أن موسكو على استعداد لدراسة مقترحات خاصة لتوسيع تمثيل الأفارقة في مؤسسات الأمم المتحدة. مشاركة في تشكيل نظام متعدد الأقطاب القائم على مساواة الدول، وروسيا وأفريقيا متضامنة مع بعضها البعض. أود الإشارة إلى أن القارة الإفريقية تصبح مركزا جديدا للقوى، يتزايد دورها السياسي والاقتصادي، ويجب على الجميع أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا الواقع الموضوعي. نحن نؤيد سعي الدول الإفريقية للمشاركة على نطاق واسع في نشاط منظمة الأمم المتحدة، ونحن نرى موقفا فعالا في هذا الاتجاه من قبل الاتحاد الإفريقي. نحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل الأفارقة في مؤسسات الأمم المتحدة، بما في ذلك في سياق إصلاح مجلس الأمن الدولي، ونعتقد أن الوقت قد حان لتصحيح غياب العدالة تاريخيا تجاه القارة الإفريقية.